لكم نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. ميليشيا قسد تستولي بالقوة على 60 شقة سكنية وتهدد مالكيها بالسلاح في مدينة القامشلي. استمرار تسويات منطقة دوما وما حولها بريف دمشق، ويوم الأربعاء افتتاح مركز بلدة عربين. والدفاع الروسية تعلن إحباط محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور وتصفية نحو 300 مسلح. بدأ وزير الخارجية فيصل المقداد زيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران، يجري خلالها مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وكبار المسؤولين الإيرانيين بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، إضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية وتنسيق المواقف بين البلدين. واصلت ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي ومخططاته العدوانية التضييق على المدنيين في مناطق انتشارها، واستولت على عشرات الشقق السكنية قيد الإنشاء في مدينة القامشلي بالحسكة. وذكرت مصادر محلية أن مجموعة مسلحة من قسد استولت بالقوة على 60 شقة سكنية قيد الإنشاء في حي الهلالية بمدينة القامشلي من جهة قرية هيمو الواقعة عند مدخل القامشلي الغربي. وذكرت المصادر أن مسلحي الميليشيا طردوا أصحاب الشقق السكنية الذين تجمعوا في المكان بعد تهديدهم بالسلاح، على الرغم من أن مالكي الشقق أشهروا أوراقا رسمية تثبت ملكيتهم لها، وهي مسجلة عن طريق الجمعية السكنية التابعة لبلدية قرية هيمو. خرج أهالي بلدة جديد بقارة في ريف دير الزور الشرقي بمظاهرات ضد ممارسات ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، احتجاجا على فقدان حالة الأمان في مناطق انتشار الميليشيا ومصادرتها ممتلكاتهم وأرزاقهم. وذكرت مصادر محلية أن العشرات من أهالي بلدة جديد بقارة بالريف الشرقي طردوا آليات الاحتلال الأمريكي التي حاولت اقتحام بلدتهم، وخرجوا بمظاهرة احتجاجية على ممارسات قسد وفقدان الأمان في مناطق انتشارها وحالات الخطف والقتل وسرقة النفط ونهب خيرات الجزيرة السورية من قبل الميليشيا بالتعاون مع قوات الاحتلال الأمريكي. حددت الجهات المعنية الثلاثاء موعدا أخيرا لعملية التسوية في مركز مدينة دوما. وأفاد مراسل سماء أن التسوية سيتم استكمالها الأربعاء في بلدة عربين بالغوطة الشرقية، وذلك في إطار اتفاقات التسوية التي طرحتها الدولة. جاي والله جاي بهالعشيرة مشان أسوي التسوية، طلبات. أتمنى من الجهات الجوة تراسلني على التلفون مشان أرفع أساميها، دز لي صور هواية مشان أرفع أساميهم وأنا أوقع عنهم مشان يجون على المعبر يلقون اسمهم جاهز. أنا صليت من سنين ما دست البلد يعني، بس مكرمة السيدة الرئيس جايين نعمل تسوية. الوضع ممتاز وماشي الأمور، الله يعطيهم العافية، مكرمة من السيدة الرئيس، الله يطول لنا بعمره ويخليه. نشكر سيادة الرئيس بشار الأسد لأنه عطى مهلة للشباب هاي أنه تيجي تعمل تسوية، وتمنى من الجميع أنه يجي ويعمل تسوية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمكانية عودة روسيا إلى صفقة الحبوب بعد التحقيق في الهجوم الإرهابي على سيفاستيبول، مشيرا إلى الاستعداد لتزويد أفريقيا بكميات كبيرة من الحبوب والأسمدة مجانا. إلى ذلك أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين ضرورة تقديم نظام كييف ضمانات بعدم استخدام الممر الإنساني في البحر الأسود لأغراض عسكرية، وأضاف أنه تم تحليل المجالات الرئيسية للتعاون الروسي التركي على المنصات الدولية، وتم التوصل لاتفاق يقضي بأن تقدم أوكرانيا ضمانات بأن الممر الإنساني في البحر الأسود لن يستخدم لأغراض عسكرية. أفادت وزارة الدفاع الروسية بإحباط محاولات هجومية أوكرانية باتجاه كوبيانسك وكرانسني ليمان ومحورين نيكولايف غريفوري روغ
وتم تصفية نحو 300 عسكري أوكراني. وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية أنه تم توجيه ضربات قوية بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى إلى أنظمة التحكم والاتصالات والطاقة في أوكرانيا، ما أدى إلى عرقلة تقدم القوات الأوكرانية وشل دعمها اللوجستي بشكل كبير. وأدت الضربات إلى عرقلة نقل العتاد إلى مناطق القتال بالسكك الحديدية، فضلا عن استهداف وتعطيل الإنتاج في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا. أفادت السلطات المحلية في أوكرانيا بإعلان حالة التأهب الجوي في مناطق عدة بالبلاد، وحسب بيانات خريطة التحذير من الغارات الجوية على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم الإعلان في التأهب الجوي في مناطق بولتافا وسومي وخاركوف ودنيبروبيتروفسك، وفي وقت سابق دوت صافرات الإنذار في مناطق نيكولايف تشيركاسي وبولتافا. طالما أغضبتم الدب الروسي فتحملوا العواقب. ما سموها حملة بوتين الانتقامية بدأت، والصواريخ الروسية أمطرت سماء كييف. مخطئ يبدو من راهن في هذه الحرب على قواعد ثابتة أو مواقف مترددة لموسكو، فالمسار يتغير ليظهر أن للصبر الروسي حدوداً ما إن ينفد، فلتترك الاعتبارات السياسية جميعها جانباً وليتفرج العالم. أكثر من 50 صاروخ كروز استهدفت المنشآت الحيوية، إضافة لاستهداف القيادة العسكرية الأوكرانية وأنظمة الطاقة. بذلك تمثل الرد الروسي على الهجوم الأوكراني بمشاركة مختصين بريطانيين في ميناء سيفاستوبول ضد سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية ضالعة في ضمان أمن ممر الحبوب. إنه رد جزئي فقط، هذا ليس كل ما يمكننا فعله. على ما تراهن كييف وعلى ما يراهن الغرب فيها أضرار هائلة تعرضت لها صناعة الطاقة الكهربائية كرد على هجوم جسر القرم، أجبرت كييف على التوقف عن تصدير الكهرباء. وعقب الهجوم على ميناء سيفاستوبول تم إنهاء صفقة الحبوب، والآن روسيا ستحل محل أوكرانيا في السوق العالمية وخاصة في البلدان الإفريقية، حيث تمثل الأسواق هناك أولوية بالنسبة لها بسبب حاجة المجمع الصناعي الزراعي الإفريقي إلى الأسمدة والتقنيات والآلات الزراعية غير مرتفعة الثمن والموثوقة والتي يمكن صيانتها. وقائع تظهر أنه بدلاً من إغراق السفن الروسية في ميناء سيفاستوبول أغرقت كييف اقتصادها لتظهر أشبه بالمصارع غير المهيئ لنزال الدب المتمكن من صد الضربات وتوجيه اللكمات للخصم المتهالك. تذكير بالعناوين. ميليشيا قسد تستولي بالقوة على 60 شقة سكنية وتهدد مالكيها بالسلاح في مدينة القامشلي. استمرار تسوية منطقة دوما وما حولها بريف دمشق، ويوم الأربعاء افتتاح مركز بلدة عربين. والدفاع الروسي تعلن إحباط محاولات هجوم أوكرانية على محاور عدة وتصفية نحو 300 مسلح. إلى اللقاء.